بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: إلا تنصرهم فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله السكينة عليه. صدق الله العظيم. ولا ليال مانتا كان كشكين إن صحابي جليل عظيم شرفت الله دمي سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وحان كشكين إن خليف كي كواد النبي إن عليه الصلاة والسلام وحو سيدنا أبي بكر الصديق نور إيواناك قف إلهي ودمي سبحانه وتعالى، وهو سيدنا أبو بكر الصديق من قروح إلهي ودمي وعب وقره بدل له وشرف إلهي سبحانه وتعالى سيدي، والنبي محمد عليه الصلاة والسلام صاحب كيسين نقضي أيها سيدنا أبي بكر الصديق، وحن الله إنها سيدنا أبي بكر الصديق قف إلهي سبحانه وتعالى سكينة وكود جيي ورحمة إلهي كركيس كود جيي مجره إلا سيدنا أبي بكر الصديق أيو إلهي أوه مرقات عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يسول سكينة النبي عليه الصلاة والسلام من كسولين، لكن أيضا سيد مفسرين تنو شيئين سكينة عن الله شيئين وحكود سيدنا أبي بكر الصديق، وإلهي وحر إلا تنصرهم فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في القار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينة عليه. فأنزل الله إلهي وحكود سيدنا أبي بكر الصديق سكينة عليه رحمة أي إلهي وحكود سيدنا أبي بكر. سيدنا أبي بكر الصديق إلهي بأوجر جارة مركي أو بقي نبي عليه الصلاة والسلام أو بقي مركي جارة سكر استأكدت كي قارو صار النبي عليه الصلاة والسلام إلا دلو أو كبقي سيدنا أبي بكر الصديق أو أرجع جحي إلهي سبحانه وتعالى أيضا أي كسر دجيوه إلا تنصرهم فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينة. مركز سيدنا أبي بكر الصديق إلهي بأجر جاره سبحانه وتعالى لو إلهي سدح كويه لا تحزن بإلهي سبحانه وتعالى حبقنين بأليل لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إلهي بمعيين أهي حبقنين، فأنزل الله سكينة إلهي بمركز حكود جي دجنين بغتين تي مركت وقنبو ولكن سيدنا سيدنا أبي بكر الصديق مرك النبي عليه الصلاة والسلام والله بشارين ملك جبريل بقى لسعوه سيأبو بكر وأبقي رسولك أما ما أنت عضو رسولك الله سعوه أما رسولك الذي لا عليه الصلاة والسلام وأبقي مرك سيدنا أبي بكر الصديق سيدنا أهل ولا عليال وهو سيدنا أبي بكر الصديق من صدق بضن ورم بضن والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذه مركة أو إيمالين أي رهدين ما أنت وحنوك يا محمد بيت القدس بوتي بيت القدس بانت جي أصوم مكان حاجة حال الناس بوعيس بيت القدس بساكتي مركا أبو بكر مع رومينين رب أبو بكر عم تكنا بيرين أبو بكر روحيري 24 hours سبحان رومي يا بيري سبع سماوات كر وحي كإمام الله رومي فما بالك كمرك مالشان بقولك لما تجرته إن رومي يا بيري وح كدعى النبي عليه الصلاة والسلام إله أسمه سبحانه وتعالى مركا سيدنا أبو بكر الصديق رم تمد وصاحبه أيها سيدنا أبي بكر الصديق وهو آية قف سقيه وسقين ما إله كنت مامي تاجر بآية وإله سبحانه وتعالى سقين ما ذي إله باكه الله سبحانه وتعالى وآية كسر دجي ويتجانبه أضطع الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتقاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى كردن بأورال نغضون هذا لسيدنا أبي بكر الصديق وجه أوهله مال إيه نبي عليه الصلاة والسلام الدين تأوكو بهني سيدنا أبي بكر الصديق ضدك أضون مساكين تا والله أضون صني أيو حريجري ضدك مؤمنين تا مساكين تا أيو عاوجر سيدنا أبي بكر الصديق رسولك عليه الصلاة والسلام أي مالي مال ما كميد إيه سيد أبو بكر سيد عمر أيها ترتمي سيد عمر بأوهي روحا لا ترتمي سيد أبو بكر
markaas rasuulkaanu iimaanay markaas abi bakr waxa la yiri maxaa uu soo tagtay reerkii markaas uu ilaahay iyo rasuulkiisa ugu soo tagay oo hadda waxaad aragtay mahabiyada markii laga hadlay ilaahay rasuulkiisa yaa la israacsiin ilmuu dhahay waa shirki sida abu bakr baa waxa la yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam baa imaado wuxuu yiri rasuulkii ilaahay yaa ugu soo tagtay baa reerkii abu bakr markaas wuxuu yiri sida abu bakr ilaahay iyo rasuulkiisa ugu soo tagay markaas nabiga calayhi salaatu wasalaam sid cumar baa imaaday wuxuu yihi rasuulka ilaahay xoogaana waan soo dhigtay xoogaana maaragtay reerkii aan ugu soo tegay marka sayid abubakar sidiiq reerkiisii wuxuu ku soo aaminay ilaahay iyo rasuulkiisa xoolihiisa dhamna nebiga ayuu siiyey calayhi salaatu wasalaam cizi iyo wanaag meeshaa baa la yidhaahdaa maal hadduu ilaahay ku siinayo inaad diinta ilaahay subxaana watacaala ugu gargaartid meeshaa sayid abubakar sidiiq ka qaado fadligaas iyo darajada iyo maqaamka uu ku gaaray maa dannu yaa abaa bakr buu nebigu calayhi salaatu wasalaam maxaad daninaysaa buu yidhi baktinta aada haysad maxaa weeye markii godkii la galay qaarusoor nebigu saabu ayuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam biisna saali allahu saalisuhumaa laba uu ilaahay saddex ku yahay maxaa baktinta ku haysa maxay tahay sayid abubakaro akhrija albukhaariyu wa muslim baa soo saaray xadiiskaas nebiga calayhi salaatu wasalaam marka darajada weyn ayuu sayidina abubakar sidiiq ayuu ku lahay nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa la yidhi maalin maalmaha ka mid ah khudbeeyey markuu rasuulku khudbeeyey calayhi salaatu wasalaam ina allaha khayara cabdan buu nebigu calayhi salaatu wasalaam bayna dunya wa bayna maa cindahu faktaara dalika cabdan maa cinda allah ilaahay baa nin khiyaar geliyey buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ninka adduunye iyo midda agtiisa taala baa la khiyaar geliyey iyo ilaahay agtiisa inuu aado aa loo khiyaar geliyey qaala abi bakr fabakaa abi bakr baa ooyey baa la yidhi facajabnaa libukaa'ihi bay yidhahdeen saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaan la yaabna bay yidhahdeen ooyinta sayid abubakar sidiiq waxaan ognahay sayid abubakar sidiiq wuxuu ahay markuu ilaahay qur-aankiisa akrinayo markuu cibaado ku jiro nin bukaa badan buu ahay nin ooyin badan buu ahay sida sheekeena loo yidhi shekooyaaye sidaa ooyuu ahay sayidina abubakar sidiiq nin ooyin badan buu ahay waxaa la yidhi shekooyaaye karaamaadkiisa waxaa ka mid ah markuu oo la joogo sheekha iyo markuu gurigiisa joogo waa isku mid waa ooyi jiray baa sheekooyahay sheekh maxamed marka sayid abubakar sidiiq wuxuu ahay nin ooyin badan buu ahay oo ilaahay cabsidiisa subxaana wa tacaala ku ooyanayo iyo maqaamka nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaalinayo iyo sharafta nebiga ilaalinayo calayhi salaatu wasalaam ayuu ahay sayidina abubakar sidiiq marka fabakaa abi bakr baa ooye buu yidhi facajabnaa waan la yaabna bay yidhahdeen asxaabta nebiga fakaana annaasu calaa fii suxbatin wa maalihi abi bakr nebiga calayhi salaatu wasalaamne waxaan ognahay inuu kula saaxiibay rasuulka calayhi salaatu wasalam maalkiisa iyo surbada rasuulka inuu helo sayidina abi bakr sidiiq oo nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaan ognahay walaalayaal qof oo nebigu rasuulkeena salawaatullahi wasalaamu caleyh nafsadiisa ku aaminay ma jiro baa la yidhi ilaa abi bakr sayid abubakr sidiiq marka walaalayaal cizigiisa iyo sharaftiisu meeshaan maana kusoo koobi karno sayidina abi bakr sidiiq waxaa la yidhi sharaftiisii waxaa ka mid ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa maalintuu hijroonayay gurigii sayid abubakar ayuu imaaday caaisha ayaa aragtay kor nebiga soo socda calayhi salaatu wasalaam duhurkii mar waqti ay tahay markaas waqtigaana nebigu muunu u imaan jiray calayhi salaatu wasalaam abibakr abibakr baa waxaa la yidhi ord wuu istaagay baa yidhi nebiga soo socday markii la yidhi calayhi salaatu wasalaam marka qofka kaa sareeya oo kaa daraja sareeya haddii aad aragtid gurigaada kusoo socdo ama kaasoo hor socdo waa inaad wuxuu ahay aad soo maxabeysaa oo aad istaagtaa wey cizigii wanaagi diinteena waataa sayid abubakr waa orod buu ku istaagay baa la yidhi nebiga ayuu ka hortagay calayhi salaatu wasalaam gurigii markii lasoo galay wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dadkoo dhan naga saar ilaa adiga maahane ummaddoo dhan saar marka sayid abubakar sidiiq rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu sayid abubakr ku yidhi oo minhum kuwaan aday kaa mid yihiin rasuulka ilaahayo oo nebiga sayid abubakr aabihiis iyo hooyadiisa gurigu joogay baa la yidhi marka aday kaa mid yihiin nebiga calayhi salaatu wasalaam arrinkii u sheegay wuxuu yidhi in aa hijroono weeye oo meeshaan ka baxno oo wuxuu yidhi micigaada baa noqonaya saaxiibkeygiyo buu ku yidhi baa yidhi abubakr sidiiq nebiga calayhi salaatu wasalaam nacam buu nebiga cal nebiguna wuu ajiibay baa la yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka bal fiiri nebiga calayhi salatu wasalam ummadda kaleeta naga saar buu yidhi abibakr sidiiqne wuxuu ku yidhi joog adigoo ummadda kaleeta iga saar arrin baan kuu sheegi rabaa marka rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam sirka ayuu ka jiray sayidina abibakr sidiiq marka famaa baaluka yaa sheekh meeshuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qofkuu sirta ku qarsan jiray xagoo joogaa marka qof darajadu meeshuu taagan yahay dee ilaahay baa garanaya subxaanahu wa tacaala
waxaa la yidhi habeenkii nabiga la dheemiyo calayhi salaatu wasalaam ee sabca samaawaad la geeyey baa la yidhi ee rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam sabca samaawaad uu tegay rasuulka salawaatullahi wasalaamu calayhi waxaa la yidhi markii uu sidratu muntaha u dhaafay ee nuurkii anwaartii ilaahay subxaana wa tacaala uu arkay rasuulku wuu arkaa gaxay wuu baqay baa nabiga la yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasa waxaa la maqashiiyey baa la yidhi codkii sayidina abibakr sidiiq baa la maqashiiyey markaasuu yidhi ya abaabakr abaabakr meesha ma jooga la yidhi laakiin ummaddaada ina abaabakr ugu jeceshahay baa ognahay baa la yidhi ilaahay saabu ku yidhi subxaana wa tacaala marka abibakr sidiiq nabiga calayhi salaatu wasalaam in uu saa rasuulkeena u jeclahay calayhi salaatu wasalam ayuu ilaahay noo cadeeyey casa wajalla marka walaalayaal sharaftiisa cizigiisa meeshaan laguma soo koobi karo wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam masjidka nin gurigiisa intuu ka soo baxo masaajidka soo dhex mari kara ma jiro oo waddo ka dhigi kara masaajidka ilaa baaba abuubakar sidiiq albaabkaasi abuubakar sidiiq wuxuu ka soo baxo gurigu way soo dhex masaajidka way soo dhex marayaan waa u banaan tahay laakiin inta ummadda kaleeto dhan uma banaan meesha nabigu ka taagnaa calayhi salaatu wasalaam abuubakar waa meesha sayidina abuubakar sidiiq waxyaalaha lagu xasuusta ee sharaftiisa cizigiisa iyo maqaamkiisa walaalayaal aan meeshaan lagu soo koobi karin waxaa ka mid ah nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahay sayidina abuubakar sidiiq nin shujaac buu ahay geesi geesinimo ilaahay u dhaliyay dulqaad ilaahay u dhaliyay akhlaaq wanaagsan ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala waxaa la yidhi sayidina abuubakar sidiiq dadku la ganacsan jiray markii arkeen sayidina abuubakar sidiiq dabeecaddiisa wanaagsaneed waxay dhaheen kulligood waxaa la dhahay waxay dhaheen abuubakar sidiiq baan raacsannahay waxaynu ku raaceen wax kale ma ahane dabeecaddii iyo akhlaaqdii wanaagsaneed oo sayidina abuubakar sidiiq lahay waxaa la yidhi waqtigii jaahiligii sayidina abuubakar sidiiq ma aheen nin qamrada caba ma aheen baa la yidhi ma aheen mid sanabyada xoolo u qalo ma aheen sayidina abuubakar sidiiq sidoo nabigu ka markaati ka calayhi salaatu wasalaam khiyaaru fi lislaam dad ninkii khiyaaru fi ljaahiliya khiyaaru fi lislaam buu rasuulka calayhi salam ninkii uu khiyaarsanaa ummadda waqtigii jaahiliya ayaa islaamkana uu khiyaarsan buu rasuulkeeni yahay calayhi salaatu wasalaam marka saa buu ahay sayidina abuubakar sidiiq wuxuu ahay sayidina abuubakar sidiiq saxaabi jaliil ah oo nuurkiisa iyo anwaartiisa aan laga sheekey karin oo aan lasoo koobi karin sayidina abuubakar sidiiq sayidina abuubakar sidiiq maalin buu yeman aaday markuu soo laabtay ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam bacsadiisii uu lasoo kulmay gaaladii oo dhan baa iskugu imaatay quraysh waxay yidhaahdeen waxaa lasoo saaray maxamed nin la yidhahday yatiimun abi daalib midkii heer abi daalib ee yatiimka agoonka ahaa baa maanta nebinimo noo sheegta bay yidhaheen aawe bay dhaheen aawe buu nebigu abuubakar sidiiq wuxuu ku yidhi gaaladii aawe buu yidhi aawe maxamed waxaa la yidhi guriga khadiija ayuu joogaa khadiijata bintu kubra umuna khadiija gurigeeda ayuu joogaa bay ku dhaheen gaaladii markaasuu soo baxay sayid abuubakar wuxuu imaaday gurigiisa umu khadiija ayuu imaaday marka ayuu wuxuu ku yidhi aawe maxamed nebigii ayuu arkay calayhi salaatu wasalaam abuubakar sidiiq markaasuu wuxuu ku yidhi maxaad odayaashaadii iyo dadkaadii cidiga lahay ee gaalada maaragtay heer qureysheed xaggee waay ugu soo tagtay oo meeshaan u imaatay markaasuu wuxuu yidhi anaan rasuulka rasuulkaadii baan ahay ummaddoo dhanna rasuulkoodii baan ahay buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam sida abuubakar meeshiiba sida abuubakar sidiiq raxmaddii nebiga ay ku dhacday meeshii buu nebigu ku rumeeyey sayidina abuubakar sidiiq sida abuubakar waxaa weeye fadligiisa markii laga hadlayo waxaa ka mid ah wuxuu ahay waa awoolo rijaal nin xagga ragga ee qorweynta waxa nebiga rumeeyey waxaa ugu horeeyey sida abuubakar wa min asibyaani caliyi baa la yidhahda wa min annisaa'i khadiijatu bintu kubra weye umu khadiija wey sidaa weye sayidina abuubakar sidiiq marka rijaasha raggii ugu horeeyey nebiga calayhi salaatu wasalam ninkii ugu horeeyey uu rumeeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu noqday sayidina abuubakar sidiiq marka walaalayaal fadliga sayidina abuubakar wax maaragtay aan meeshaan lagu soo koobi kara ma ahan nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi abuubakar sidiiq markuu rasuulku ka hadlayo calayhi salaatu wasalaam catiiqullah weye buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam kii ilaahay xureeyey oo naarta ilaahay ka xureeyey wey catiiq ayuu nebigu u bixiyey salawatullahi wasalaamu calayhi sayidina abuubakar marka walaalayaal sayidina abuubakar sidiiq nuurkiisa iyo anwaartiisa wax aan meeshaan ku soo koobi karno ma ahan yaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam latakata qaliilan qaliil haddii aan samaysanayo qaliil waxaan qaliil ka dhigan lahaa buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam abuubakar walaakin saaxiibi saaxiibkaygii wey laakiin qaliil saaxiibka waxaa kasii sareeya qaliil laakiin qaliil haddii wax aan ilaahay ka soto aan ka dhigan lahay qaliil aan samaysan lahay buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam
أبي بكر أيان كدي قالها بالرسول كي صلى الله عليه وسلم لكن وصاحب كي والنبي عليه الصلاة والسلام صاحب كي أي نغي سيدنا أبي بكر الصديق مركز سيد أبي بكر سيد أي شرفتي ماشى عمل غسل كي بكر يا وعبا وعبا المؤمنون إلا أبا بكر بن النبي عسى أباها مؤمنين وأبي بكر بن الرسول كي صلى الله وسلامه عليه أبي بكر الصديق وحاوى يبرو فاختار ماله ومتك عن مال كيس دورتي وحاوى مال عن سيطة عنه استعمالك رو ومدى كالاتور أم مال عن استعمالك رو مال أهانا دي عن استعمالك رو مال يكوز إلا أبي بكر مال كيس بان اسكي قيار جشداب الرسول كي عليه الصلاة والسلام عن مارتا عن وحكا سوى قادنين وعن اسكي قاطاوي مركز سيد أبي بكر الصديق سيدا أيو النبي عليه الصلاة والسلام درجتي أيو عد يا رسول كان صلى الله وسلم عليه وحالي النبي عليه الصلاة والسلام مالنت وجيريوذي وحاجد بوري باليري سيدنا عمر باجد بوري ويوحيري نوكي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وجيريوذي يرادو واندلي يا بيري سيف باغورت وجاري يا بيري سيدنا عمر بطل نوكي وصل بحي وحقيقة تسي وحو نقضي سيدنا أبي بكر الصديق وهو سيدنا أبي بكر الصديق يري قفكي النبي محمد عابد جري نبي محمد واد انتبر سيدنا أبي بكر الصديق يري وهو يري قفكي إلهي عابد جريني هو حي إلهي والنور يا سبحانه وتعالى لا يموت أبدا ما ندري منا يا إلهي سبحانه وتعالى وحصوقة سيدنا أبي بكر الصديق آيات مشهورك وما محمد إلا رسول قد قالت من قبله رسل آيات دائوس ودليشه ماشي يا بيصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بالبكاء وين إلا فلسطين وجد بدنا كدعوي سيدنا عمر وعيد الله بلوس ودليلي سيدنا عمر بن الخطاب مركا سيدنا أبو بكر الصديق أعلم الناس بو أهي عارف بو أهي وحلاي قرن يا سيدنا أبو بكر الصديق أعلم الناس إنه أهي ما أنت عدد كنك كل حكمي وما رت قلوب تدجي صحاب النبي عليه الصلاة والسلام إنه النبي وجري وهو أهي سيدنا أبو بكر الصديق بو أهي مركز سيدنا أبي بكر الصديق عارف بو أهاي نبي هذا مركز الله عليه الصلاة والسلام فقطار عنده ما إلى أكتي سباق نبا خيار إلى قيار جلي أصحابك لا تضمين فهمين يا فهمي سيدنا أبي بكر الصديق با فهمي مركز سيدنا أبي بكر الصديق ولا ليال مقام كيسة يعز كيسة ماشان ما كسر كوي بكرنا إلهي وحن كبرينا سبحانه وتعالى مقام كيسة إنه إلهي النجارثيو فضل كيسة نور كيسة إنه إلهي النصيو إن إلهي النوغرد سبحانه وتعالى سيدنا أبي بكر الصديق ما أنت قيامة كو محشر كسيدنا أبي بكر الصديق لسو كلمة والنبي عليه الصلاة والسلام وحيري أبي بكر الصديق وحاو يبري جنة أمد ذاتك الجليو وحاو ريب النبي عليه الصلاة والسلام أبي بكر الصديق مركا واحد فهمي سيد أبو بكر الصديق رسولك منشو كجوه صلوات الله وسلام عليه نبي سيده أجعله صلوات الله وأزجع تسليمه رسول كان عليه الصلاة والسلام سيد أبو بكر واجع له أبو بكر صديقنا نبي واجع له عليه الصلاة والسلام مركا سيد أبو بكر مقام كاس يدرجة وين يشرفتها با إلهي سيه مركي معاوذي لجاري نبي جيري عليه الصلاة والسلام ومدي مسلمين وحلموا مارتي بلان لقلن يأحذي لقلن سيدنا أبي بكر الصديق أحذي هنا سيد عمر باقاري سيدنا أبي بكر الصديق وحكو نقضى أميركي مسلمين مؤمنين أيو نقضى سيدنا أبي بكر الصديق وإلهي سبحانه وتعالى كرر على النقضى لبسنا يحوذى بوهاي سيدنا أبي بكر الصديق كدب نواجيري قلافظنا وحاقبت سيدنا عمر بن غضاب مركز سيدنا أبي بكر الصديق مقام كيسي شرفتي سي ماشا أي نوو اكتهي أقول قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.